بالنسبة لدرس ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم على اليوم في هذا الفيديو الجديد. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم موديلات ديال القفطان المغربي. عندنا موديلات مخدومين بزواق المعلم، زواق المعلم ديال الماكينة، وعندنا هاد القفطان مخدمينهم بالسلهم ديالهم. كما هاد القفطان هذا قفطان بالثوب ديال جوهرة، كما كتشوفوا القفطان بالثوب ديال جوهرة، والفوقاني خادمينو بالسلهم بالثوب السوسدي أو موسلين، مخدوم بالسلهام. التحتاني راه مخدوم بزواق المعلم، زواق المعلم ديال الماكينه مخدوم بالحرير، والفوقاني حتى هو خدمناه اللون في اللون سلهام، حتى هو درنا ليه زواق المعلم ديال الماكينه بالدبانه. كما كتشوفوا الخدمه ديالو جات راقيه ورائعه. عندي قفطان بالسلهام ديالو، عندنا لي قفطان ديال السلهام قصيره. السلهام راه اللي بغيت تحيدها كتلبسيها مع شي لبسه واحده اخرى، درنا لها اللون في اللون باش اي لبسه بغيت تلبسيها معها راه كتلبسيها معها. والقفطان حتى هو راه كيبقى يتلبس بوحدو. كما كتشوفوا الخدمه ديال القفطان، الزواقه ديالو جات راقيه ورائعه، مخدوم بزواق المعلم ديال الماكينه. الى عجبك هذا الموديل هذا غتسكرينيه وتصيفط لنا في واتساب، وغنقول لك الثمن ديالو بشحال كيطلع بيوتيوب وخياطه. بالنسبه للارسال، ارسال راه داخل وخارج المغرب، يعني فيما كنتي كتوصلك حتى للدار. بالنسبه للمحل عندنا راه كاين في سيدي بنور في دكاله. اللي بغيت يتواصل معنا تواصل معنا في الواتساب، غاتسكرين الموديل اللي عجبك وغاتصيفط لنا في الواتساب، وحنا نقولك الثمن ديالو بشحال كيطلع بالثوب وخياطه. يعني راه كنتكلفوا بالثوب، الا بغيتي الثوب راه كنتكلفوا به. الا كان عندك ثوب راه كنعطيك العنوان ديالنا، العنوان ديال المحل في سيدي بنور، وكترسليه لينا وكنصيبوا لك كنخيطوا لك وكنرسلوه، يعني فيما كنتي راه كتوصلك حتى للدار سواء كنتي داخل المغرب او خارج المغرب. بالنسبه للناس اللي خارج المغرب، مثلا الا عجبك شي ثوب في شي بلاصه واحده اخرى، لقيتي شي ثوب مثلا خديتيه وبغيتي تخيطيه مثلا عندنا، راه غنعطيوك العنوان ديالنا، تواصلي معنا في الواتساب نعطيوك العنوان ديالنا، غتعطيه لهذوك الناس اللي خديتي من عندهم الثوب، وهما راه غادي يرسلوه لينا وتعطينا غير العبار ديالك، وحنا راه ان شاء الله الموديل اللي بغيتي راه نخدمو ليك وكنرسلوه، يعني راه داخل وخارج المغرب، يعني فين ما كنتي كيوصلك حتى للدار. والمحل عندنا راه كاين في سيدي بنور في دكاله. ندوزو للموديل واحد اخر او نشوفو السلهام حتى هو بوحدو. كما كتشوفو السلهام ديالو هو هذا، كيجي راقي في اللبسه، سواء لبستيه مع قفطان او مع التكشيطه، يعني كيجي راقي السلهام، يعني بحال هذا راه تبقاي تلبسي فيه يعني مع تكشيطه او قفطان. كما تشوفوا اللبسه ديالو، درنا ليه هاد الثوب ديال موسلين، يعني كيجي راقي في اللبسه. ندوزو الموديل واحد اخر، كاين عندنا هذا قفطان حتى هو بالثوب ديال جوهره، حتى هو درنا ليه السلهام، تودرنا ليه السلهام ديالو الفوق، قفطان بالثوب ديال جوهره. كما تشوفوا الخدمه ديالو، درنا ليه زواق المعلم حتى هو بالماكينه، والسلهام راه كيتلبس فوق منو. كما تشوفوا الخدمه، درنا لها زواق معلم بالماكينه بالحرير اللون في اللون، درنا لها الضفره هذه بالصم. كما تشوفوا الخدمه ديالها كتجي راقيه ورائعه ديال هذه الخدمه، قفطان بالسلهام. الى عجبك هذا الموديل هذا غتسكرينيه وتصيفط لنا في الواتساب، وحنا نقول لك الثمن ديالو بشحال كيطلع بثوب وخياطه. الارسال كما قلنا راه داخل وخارج المغرب، يعني فيما كنتي كيوصلك حتى للدار سواء كنتي داخل المغرب او خارج المغرب. يعني هذا السلهام راه كيتلبس مع القفطان ومع التكشيطه. كما تشوفوا الخدمه ديالها جات راقيه ورائعه ديال هذا السلهام بالقفطان. القفطان اللي بغيت تلبسيه بوحدو راه كتلبسيه بوحدو، كتحيدي السلهام وكتلبسي القفطان بوحدو. قفطان بالثوب ديال جوهره، مخدوم بزواق المعلم ديال الماكينه، عنده الفتاحي في الجناب، الخدمه ديالو جات راقيه ورائعه. كتشوف الخدمه ديالها بزواق المعلم ديال الماكينه،
والخدمه ديالو راه متقونه، الخدمه ديال الماكينه كتجي بحال الخدمه ديال الليل. الارسال كما قلنا راه داخل وخارج المغرب. هاد الموديلات اللي كندوزو دابا ديال الكليان، خادمين من الكليان، يعني الخدمه اللي كنخدموا في المحل كنخدموها للكليان كنشاركوها معكم. هكا مثلا الا عجبكم شي موديل من هاد الموديلات كتسكريني غير الموديل، وحنا راه كنتكلفوا بالثوب، كناخذوا لك الثوب وكندير لك الخياطه هادي، كتعطينا غير العبار ديالك، والارسال راه كنرسلوها لك حتى للدار سواء كنتي داخل المغرب او خارج المغرب. ما تنساوش ضغطوا على زر الاعجاب، زر لايك، شجعونا بالضغط على زر لايك باش نبقاو ان شاء الله دائما نشاركوا معكم اخر الموديلات اللي كنخدموا الكليان في المحل كنشاركوا معكم. المحل عندنا راه كاين في سيد بنور في دكاله، مكتشفوا الخدمه ديالها. مثلا ما عجبكش هاد الزواقه ديال هاد الثوب هذا او اللون، يعني راه كنصوروا لك الالوان اللي كاينين عندنا ديال الجوهره، وكتعزلي منهم اللون اللي بغيتي، كتختاري اللون كتقول لي دير لي مثلا هاد اللون هذا ولا هاد الزواقه هذه، يعني راه كنصايبها لك. كما كتشوف الخدمه ديالها جات راقيه ورائعه، هاد القفطان بزواق معلم ديال الماكينه. المحل عندنا راه كاين في سيد بنور في دكاله. نعم عليكم الا تسكريني الموديل وغتصيفط لنا في الواتساب، وحنا نقول لك الثمن ديالو بشحال كيطلع بيوتيوب وخياطه كما قلنا الارسال داخل وخارج المغرب. غندوزو موديل واحد اخر، كاين عندنا هذا القفطان حتى هو بالثوب ديال الجوهره، مخدوم بزواق معلم ديال الماكينه. الى عجبك هذا الموديل غتسكرينيه وتصيفط لنا في الواتساب، وحنا نقول لك الثمن ديالو بشحال كيطلع بيوتيوب وخياطه كما قلنا الارسال راه داخل وخارج المغرب، يعني فين ما كنتي كيوصلك حتى للدار. المحل عندنا راه كاين في سيد بنور في دكاله، تبغي تواصل معنا تواصل معنا في الواتساب. كما كتشوفوا الخدمه ديالو جات راقيه ورائعه، قزواق المعلم ديال الماكينه. غادي ندوزو لموديل واحد اخر، كاين عندنا هاد القفطان حتى هو مخدوم بالثوب ديال كريب، كريب دوس واحد الكاليتي مزيانه ديال الثوب، وخدمناه بزواق المعلم ديال الماكينه. كما كتشوفوا الخدمه ديالو، الخدمه ديالو جات راقيه ورائعه، قفطان بالثوب ديال كريب، كريب دوس واحد الكاليتي مزيانه ديال الثوب، ومخدوم بزواق المعلم ديال الماكينه. الى عجبك هذا الموديل غتسكرينيه وتصيفط لنا في الواتساب، وحنا نقول لك الثمن ديالو بشحال كيطلع بيوتيوب وخياطه كما قلنا الارسال راه داخل وخارج المغرب، يعني فيما كنتي كتوصلك حتى للدار سواء كنتي داخل المغرب او خارج المغرب، يعني راه كتوصلك حتى للدار. ما عليك الا تسكريني الموديل وغتصيفط لنا في الواتساب، وحنا نقول لك الثمن ديالو بشحال كيطلع. بغيتي ديري الثوب ديال الكريب، بغيتي ديري الثوب ديال الجوهره، يعني الثوب اللي بغيتي راه كنتكلفوا بالثوب، كناخذوا الثوب وكنرسلوا لك الالوان او الزواقات اللي بغيتي، يعني راك كتعزلي منهم اللون اللي بغيتي راه كنخدمو لك. كما كتشوفوا الخدمه ديالو جات راقيه ورائعه، كما قلنا الارسال راه داخل وخارج المغرب، والمحل عندنا راه كاين في سيد بنور في دكاله. غندوزو موديل واحد اخر، كاين يعني عندنا هذا القفطان حتى هو بالثوب ديال كريب، يعني كريب هذا فيه الزواق فيه الوان، يعني باقي خارج جديد هذا الموديل هذا ديال الثوب، يعني عندنا فيه مجموعه ديال الزواقات. الا ما عجبكش هذا اللون هذا راه غادي نرسلوا لك اللوان اللي كاينين عندنا ديال هاد الثوب كريب، فيه التقليد وفيه اللوينات يكونوا فيه الالوان، نرسلوا لك الالوان اللي كاينين عندنا وغتعزلي منهم اللون اللي بغيتي، وغادي نصايبوا لك ان شاء الله بحال هاد القفطان هذا. كما قلنا راه كنتكلفوا بالثوب وخياطه، ما عليك الا تعطينا غير القياس ديالك. يعني كما كتشوفوا الموديل ديالها جراقي ورائع ديال هذا القفطان بالثوب ديال الكريب، كريب مزوق وخادمينه بهذا اللون حرير، خادمينه بالحرير، زواقه حتى هي جات راقيه ورائعه، عند الافتتاحات دير لها زواقه في الكتاف. الى عجبك هذا الموديل غتسكرينيه وتصيفط لنا في الواتساب، وحنا نقول لك الثمن ديالو بشحال كيطلع بيوتيوب وخياطه كما قلنا الارسال راه داخل وخارج المغرب، عفوا ما كنتي كتوصلك حتى للدار سواء كنتي داخل المغرب او خارج المغرب. الثوب هذا راه كريب، كريب كاليتي مزيانه ديال الثوب، عند الافتتاحات كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم.
ما تنسوش قبل ما تخرجوا ضغطوا على زر الاعجاب كتشجيع لنا باش نبقاو ان شاء الله دائما نشارك معكم اخر الموديلات ديال القفطان المغربي. شكرا لكم على المتابعة والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.